مرحبا بكم من جديد ونتابع من المغرب. أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن المغرب يعد فاعلا استراتيجيا أساسيا لإسبانيا، وأضاف أن موقف بلاده إزاء ملف الصحراء يتلخص في الدعوة إلى إيجاد حلول في إطار الأمم المتحدة، لافتا إلى أن رؤية بلاده تميل دائما نحو اتخاذ المقاربة الأممية. وبخصوص الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، أوضح سانشيز أنه يحترم السياسة الخارجية الأمريكية، مشيرا إلى أن الموقف الإسباني والأوروبي يؤيد التسوية في إطار أممي. رغم ذلك، قرر المغرب التمهل بشأن إعادة سفيرته كريمة بن يعيش إلى مدريد وعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفق صحف إسبانية. وتنتظر الرباط مناقشة ملفات عدة مع إسبانيا بغرض تقديم توضيحات حيالها، ومن بينها ملف الصحراء، وأيضا الأزمة الأخيرة بين البلدين حول استقبال مدريد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، حسب تصريحات مصادر دبلوماسية لوسائل إعلام إسبانية. التصعيد الإسباني إزاء المغرب زاد في الآونة الأخيرة، وستة ومليليا تحديدا ضلتا حجر الزاوية في الخلاف بينهما. فكيف بدأت تلك الأزمة بين الجانبين؟ في 25 من أبريل الماضي أعلنت مدريد استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في خطوة رفضتها الرباط وزادت التوتر بين الجانبين. وفي تصعيد جديد من الجانب الإسباني، أعلنت مدريد في 5 من يونيو الماضي نيتها إلغاء اتفاق يسمح للمغاربة في المناطق المجاورة لمدينتي سبتة ومليليا بالمرور من خلالها من دون الحاجة إلى تأشيرة. وفي 9 من الشهر نفسه، رفض مجلس النواب الإسباني مقترحا يدعو لحل الأزمة مع الرباط بشكل عاجل لإعادة العلاقات إلى وضعها السابق. وفي اليوم التالي صوت البرلمان الأوروبي على قرار يقف بجانب إسبانيا بخصوص أزمة المهاجرين القصار الذين سمحت لهم الرباط بالتسلل عبر سبتة ومليليا. تواصل التصعيد الإسباني إزاء المغرب لتعلن مدريد نيتها إخضاع مدينتي سبتة ومليليا لإجراءات منطقة الشنغان في 12 من يونيو الماضي. حول هذا الموضوع معنا من الرباط عبر الأقمار الصناعية الدكتور عبد الفتاح البلعشمي أو البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في جامعة القاضي عياض في مراكش. دكتور عبد الفتاح، مرحبا بك معنا إلى هذه النشرة. إذن مسلسل التوتر بين المغرب وإسبانيا الحقيقة لم يصل إلى فصوله الأخيرة بعد، لكن يبدو كما نتابع أن هناك رغبة لدى الطرف الإسباني في إنهائه أو على الأقل تعديل وتيرة هذا المسلسل. إلى أين وصل المغرب في هذه الأزمة اليوم، وما هي ثوابته فيها؟ يبدو أن هذه التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الإسباني هي تصريحات واضحة، وهي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة بين الرباط ومدريد. نعم. على اعتبار أن الوضوح فيما يتعلق بالخصوص بقضية الصحراء المغربية هو مهم في هذا التصريح، على اعتبار أن إسبانيا هي تسعى إلى حل في إطار الأمم المتحدة، وهذا يتقاطع بشكل عام وبشكل مباشر مع الموقف المغربي كذلك. وبالتالي فأعتقد بأن إسبانيا كلما امتدت هذه الأزمة وطال أمدها هي تصبح مسألة داخلية أمام المجتمع الحقوقي الإسباني، الذي لا زال يتساءل حول الكيفية التي دخل بها زعيم ميليشيا البوليساريو إلى إسبانيا بوثائق مزورة وبهوية منتحلة وبطائرة رئاسية للجزائر. وبالتالي فهذه الأمور بالإضافة إلى القضايا المتابعة فيها إبراهيم غالي كلها أصبحت هي يعني مطالب في اتجاه الحكومة الإسبانية، بالإضافة إلى الوزيرة السابقة والتي خرجت. ما هو الملف الأكثر إلحاحا بالنسبة للمغرب؟ هل هي قضية زعيم جبهة البوليساريو؟ هل هي قضية الهجرة التي تليها إسبانيا أهمية كبيرة الحقيقة؟ أم قضية سبتة ومليليا؟ أم قضية الصحراء؟ هي العلاقات المغربية الإسبانية هي معقدة بشكل كبير، ليس اليوم فقط، هي تنطوي على مجموعة من الملفات، بحيث أن كلاهما نقطة تماس قارية ما بين أوروبا وإفريقيا، والملفات هي متداخلة. ولكن بالنسبة للمغرب أعتقد بأن الملف الأساسي هو ملف الصحراء المغربية. نعم. ولكلا البلدين الملف الاقتصادي كذلك مهم وله دور مهم في تبديد هذه الأزمة. وأعتقد بأن إسبانيا هي الآن في مرحلة العد العكسي لإعادة
إعادة الأمور إلى نصابها مع المغرب، بالخصوص أمام الموقف الواضح والذي كان ملتبسا طيلة الأشهر الماضية من الموقف الأمريكي والإقرار الأمريكي بمغربية الصحراء. وبالتالي فأعتقد بأن هذه بداية نهاية هذه الأزمة، بالخصوص إذا تم يعني السير بالطرق الدبلوماسية المعتادة والمتعارف عليها لتبديد نقاط الخلاف بين الدولتين. طيب، تتحدث عن طرق دبلوماسية معتادة يجب السير فيها، وذكرت أن قضية الصحراء هي الملف الأكثر إلحاحا بالنسبة للمغرب. إسبانيا اليوم تتمسك بالحل الأممي لهذه القضية، ماذا نتوقع من المغرب؟ خطوة دبلوماسية، الذهاب إلى لا أعلم مفاوضات، ما هو السيناريو المتوقع بقضية الصحراء تحديدا؟ إذا كان اعتبار دخول إبراهيم غالي بمثابة تخابر بالنسبة للحكومة الإسبانية مع أعداء المغرب، والمغرب يعتبر بأن الشراكة استراتيجية مع إسبانيا وهو لم يحط علما، أعتقد بأن هذا التصريح هو نوع من التراجع بالنسبة للحكومة الإسبانية فيما يتعلق بهذا الخطأ الفادح الذي تسببت فيه وزيرة الخارجية السابقة، التي يعني تم التراجع عن خدماتها في التعديل الحكومي للعاشر من يوليوز. وبالتالي فأعتقد بأن المسألة هي تحتاج إلى شيء من التواصل. وهناك مؤشر آخر في المسألة التي أثيرت فيما يتعلق باتهام المغرب من قبل مؤسسات إعلامية بالتجسس، كان لم يكن هناك موقف رسمي، وإلا يعني نلاحظ بأن هذه الأزمة هي في إطار التبديد، بحيث أنه لو كان هل وصلت هذه الأزمة إلى فصل تقديم يعني التنازلات بين الطرفين؟ هل المغرب مستعد لتقديم تنازلات؟ أعتقد بأن المسألة هي لا تتطلب تنازلات من الطرفين، ولكن تتطلب نوع من التراجع عن المواقف السابقة، وأعتقد بأن هذه التصريحات نوع من التراجع. ثم هناك مسألة أساسية، كل الأزمة التي طفت على السطح خلال الأشهر الماضية لم يكن هناك قرار قوي يعني في السياسة الخارجية، ولم يكن مستوى اتخاذ القرار يصل مثلا إلى المؤسسة الملكية في المغرب أو تدخل الملك بإسبانيا. وبالتالي فهناك أزمة دبلوماسية، أعتقد بأن كل الفصول التي يعني واكبت هذه الأزمة هي متغلب عليها فيما يتعلق ب يعني مستقبل هذه العلاقات. إذا قورنت بمدى الشراكة الاستراتيجية سواء في المجال الاقتصادي أو في المجال الأمني أو في مجال التبادل التجاري أو في مجال اعتبار المغرب يعني حلقة ربط بين إسبانيا وكل أوروبا وبين إفريقيا فيما يتعلق بالتجارة الدولية. وضحت الصورة دكتور، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل. الدكتور عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في جامعة القاضي.